أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وهيكون النهاردة حلقتنا مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمارية والنهاردة هتكون معنا مادة بيدرسها كل التخصصات المعمارية زي ما احنا عارفين ان التخصصات المعمارية عندنا شعب كتير منها شعبة أعمال الخرسانة كمان شعبة أعمال النجارة، كمان شعبة البناء والتشييد والأعمال الصحية وشبكات المياه وكمان أعمال التشطيبات بجانب أعمال النحت المعماري. مادة الرسم الهندسي للصف الأول بيدرسها كل التخصصات المعمارية وعلى رأي شاعرنا الكبير ومهندسنا الكبير الدكتور فتحي السيد اللي بنى بنى مصر كان في الأصل واد بنى، بناها عشق وغنى خل الزمان غنى. النهارده حلقتنا للصف الاول رسم هندسي وهنتعرف النهارده على الادوات والعمليات الهندسيه المستخدمه في الرسم الهندسي طبعا في الترم الثاني بيكون عندنا الرسم الفني بدل من الرسم الهندسي طيب فائدة الرسم الهندسي في الترم الاولاني بيعرف الطالب طبعا الصف الاول الملتحق حديثا بالتعليم الصناعي، بنعرف ايه هي الادوات المستخدمة وايه هي أنواع الأدوات وازاي نستخدمها بشكل جيد عشان في الآخر نعرف نطلع لوحة هندسية بمواصفات هندسية دقيقة. فالنهارده هنتكلم عن مادة الرسم الهندسي لطلبة الصف الأول. تعالوا نشوف مع بعض كده. زي ما احنا قلنا الأقسام المعمارية بتندرج تحتها شعب كتير ولكن مادة النهاردة مخصصة أو بتكون مادة عامة لجميع الشعب المعمارية. واتكلمنا قبل كده وقلنا إن طالب الصف الأول بيدرس مجموعة من المواد الفنية وهي أول مادة عندنا واتكلمنا عليها في الحلقة الأولى وهي مادة التكنولوجيا كمان عندنا ماده الرسم الفني اللي هندرسها في الترم الثاني ولكن في الترم الاول هندرس ماده الرسم الهندسي وطبعا قلنا ان ماده الرسم الهندسي فايدتها ان هي بتعرف الطالب ايه هي الادوات المستخدمه في الرسم الفني او الرسم الهندسي كمان بيعرفني ازاي اختار الادوات الهندسيه السليمه بشكل صحيح كمان بتعرفني ازاي اطلع لوحه هندسيه بمواصفات فنيه هندسيه عاليه يبقى انا عندي تكنولوجيا عندي مادة الرسم الهندسي في الترم الاول، في الترم الثاني هندرس مادة الرسم الفني، ومادة الرسم الفني بيكون مخصصة لجميع الاقسام او بيدرسها كل تخصص من الاقسام المعمارية. كمان عندي من ضمن المواد العامة زي مادة الرسم الهندسي مادة الامن الصناعي وكمان مادة الحاسب الالي، آه طبعا مادة الامن الصناعي والحاسب الالي لا غنى عنهم في التعليم الصناعي. تعالوا مع بعض بقى نبتدي مادة الرسم الهندسي لطلبة الصف الاول. عندنا اول حاجه او الوحده الاولى هي ادوات الرسم الهندسي هنتعرف فيها على ادوات الرسم الهندسي كمان عندي الوحده الثانيه او الباب الثاني هنتكلم فيها عن العمليات الهندسيه البسيطه عشان يبتدي الطالب يستخدم الادوات اللي هنتعرف عليها في الوحده الاولى كمان عندي ازاي نعرف نرسم المضلعات والمجسمات الهندسية البسيطة، طبعا كل شغلنا باستخدام الادوات البسيطة ولكن في مادة الحاسب الالي هنبتدي نتعلم الكلام دوت بشكل احسن وافضل عن طريق برنامج الاوتوكاد اللي هو ثنائي وثلاثي الابعاد. كمان عندي المنظور او الوحدة الاخيرة وهي المنظور والاسقاط المستخدمة في العمليات الهندسية. تعالوا مع بعض كده نشوف الوحدة الأولى الباب الأول الأدوات الرسم الهندسي أدوات الرسم الهندسي المستخدمة لطلبة الصف الأول تعالوا نتعرف عليها طبعا إحنا قلنا الهدف من العمليات الهندسية والرسم الهندسي هو الوصول باستعمال أدوات الرسم إلى إنشاء رسوم متقنة لذا يجب على الطالب أن يراعي في عمله الدقة التامة والنظافة طبعا مهم جدا أن الطالب يطلع لوحة هندسية بدقة عالية كمان لازم أن تكون اللوحة نظيفة طبعا دوت بيترتب على استخدام الأدوات وحسن استعمالها كمان لا يكون ذلك ميسورا الا عندما يدرك وجوب العنايه بالادوات يعني لازم نحافظ على الادوات الهندسيه اللي انا استخدمها لازم يكون في عندي خبره والخبره دي هكتسبها من ماده الرسم الهندسي في الصف الاول وفي الترم الاول طبعا ليست العبره بكثره الادوات وتنوعها وتكون غاليه الثمن ولكن يجب المحافظه عليها وصيانتها كمان يجب علينا المحافظه عليها وحسن استخدامها يبقى دي الهدف من العمليات الهندسيه ايه هي انواعها وازاي نستخدمها وازاي نحافظ عليها عشان تفضل مستمره معانا لان ادوات الرسم الهندسي هنستخدمها في الرسم الفني زي ما احنا قلنا في الترم الثاني. زي ما احنا شايفين دلوقتي انا عندي من ضمن الادوات طبعا البرجل الهندسي وادي انواع من البراجل المستخدمه كمان عندي من ضمن الادوات المستخدمه المثلثات طبعا عندي مثلث قائم الزاويه اللي هو ذو زاويتين 45 بيطلق عليه مثلث 45 كمان عندي مثلث 30 60 او ما يطلق عليه مثلث 60 يبقى الزاويه دي 30 والزاويه دي 60 يبقى المثلثين دول موجودين في غلاف واحد بنسميهم طقم مثلثات وطبعا دول مهمين جدا في استخدام العمليات الهندسيه كمان عندي من ضمن الادوات عندي مسطره الدواير كمان مسطره الحروف والارقام وكمان شبلونه المنحنيات اللي بنستخدمها في الرسم الهندسي طبعا دي من ضمن الادوات برضو المهمه واللي بنستخدمها وكمان بتدعمني في الرسم الفني كمان عندي الألم الرصاص طبعا في ألم رصاص بأنواع كتيرة ولكن طالب التعليم الهندسي لازم أن يعرف إيه هي الأرقام الموجودة على الالم الرصاص طبعا الالم الرصاص بيندرج من في عندي اخشاب لينه وفي عندي اخشاب صلبه او صلده طبعا الاخشاب الصلده بيكون مكتوب عليها الرقم اتش وكل ما يزيد الرقم كل ما يزيد درجه الصلابه بتاعتها طبعا الالم الاتش دوت كل ما بيزيد الدرجه يعني 2 3 4 اتش كل ما الالم بيديني خط خفيف وده اللي بستخدمه في بدايه عمل الرسومات الهندسيه عندي الفاصل ما بين الالم اللي هو ذو الاخشاب اللينه والالم اللي هو الاخشاب اللينه او الصلبه بيكون في فاصل ما بينهم اسمه الالم الاتش بي وده اكثر استعمالا في العمليات الهندسيه وده اللي موجود في المكاتب الهندسيه طبعا لكن لازم نعرف ازاي نستخدم الالم الاتش وليه مكتوب عليه اتش يبقى ده الم صلب وبيكون بيديني خط خفيف اما الالم البي او الفور بي كل ما يزيد الرقم كل ما تزيد درجه الليونه وبالتالي يعطيني خط سميك زي ما احنا شايفين هنا 12 بي زي ما انت شايف الخط هنا تقل يبقى كل ما يزيد الرقم في البي كل ما يديني خط تقيل لكن الفاصل ما بين الخط الصلد والخط اللين هو الاتش بي زي ما احنا شايفين في عندي طبعاً, طبعا زي ما احنا شايفين ادي الفاصل اهو ادي الاتش بي وادي البي على اليمين دي اخشاب او اقلام لينة بتديني خطوط سميكه خط تقيل وده بستخدمه في تفنيش العمليات الهندسية اما ناحيه الشمال في عندي الاخشاب او الـ الأقلام الرصاص الصلبه ودي بتندرج من اتش كل ما يزيد الرقم كل ما يزيد درجه الصلابه كل ما تديني خط خفيف في عمليات الرسم طيب والاف دوت ده وده بدايه الخطوط الخفيفه لكن الفاصل ما بين الثقيل والخفيف هو الاتش بي وده اللي موجود بكثره على العمليه في العمليات الهندسيه كمان عندي الالام الميكانيكيه او ما يطلق عليها الالم الرصاصي السنون زي ما احنا شايفين ده الالم الميكانيكي او الالم السنون وده اللي موجود طبعا واكثر الطلبه بيفضلوا استخدامه لان بيديني خطوط فعلا مظبوطه كمان عندي بيكون ليها علبه خاصه بالالام السنون بتاعتي ومكتوب عليها اتش بي وطبعا الالم اللي موجود علينا دوت او السنون بتاعته 9 مللي يبقى في علب عندي بتختلف عندي 3 مللي اتش بي طبعا عرفنا اتش بي اللي هو بيديني الخط الوسط ما بين القلم الصلد والالم اللين طبعا عندي بعد كده نص ملي عندي 7 ملي عندي 9 ملي طبعا على حسب الالم وعلى حسب المكنه الموجوده جوه الالم السنون طبعا عندي الممحاء او الاستيكه بيكون في منها اشكال مختلفه ولكن افضلها اللي هي الاستيكه اللي بتكون رفيعه او ميكانيكيه برضو ان انا اقدر اشيل فيها الحواف الداخليه بشكل دقيق بدون ما تاثر على الرسومات الهندسيه يبقى احنا كده عرفنا الالم الرصاص سواء كان النوع الخشبي او النوع الميكانيكي او الالم السنوني طبعا عندي حاجه مهمه جدا في الرسم الهندسي وهي المسطره حرف تي طبعا كلنا بنسمع الاسم دوت ولكن ادينا شفناها في منها انواع كتير في منها المصنوعه من الخشب في منها المصنوعه من الالومنيوم في منها المصنوعه من الباغ زي اللي موجود معانا في الصوره طبعا افضلهم المصنوعه من الباغ وهي عباره عن جسم للمسطره وبيكون مدرجه اما بالسنتي وفي الناحيه الثانيه بتكون مدرجه بالبوصه وطبعا زي ما احنا عارفين ان البوصه بتكون تقريبا 2 سنتي ونص عندي الراس المتحركه ودي بتتعشق مع جسم المسطره عن طريق جزء منزلق بيتثبت مع بعضه وطبعا بعد ما بعد ما بفك المسطره او استخدمها وابتدي افكها لجسم المسطره وراس المسطره ببتدي احطها جوه جراب عشان يحفظ لي المسطره من الاتربه. طبعا برضو من ضمن الادوات المستخدمه في عمليات الرسم الهندسي والفني اللوحه الورقيه. طبعا اللوحه الورقيه لوحه بنسميها في منها نوعين اما امبريال او كانسون والاثنين بنشتغل عليهم في الرسومات الهندسيه في عندي لوحه بتبقى فرخ كامل ودي بتكون ابعادها طول 84 سم في 59.4 سم اما بالنسبه لنص فرخ بيكون حوالي 42 نصها طبعا نص ال 84 42 طبعا في الطول 59 سم زي ما احنا شايفين اللوحه بعد ما بنثبتها بنبتدي نعمل فيها برواز او اطار بيكون سمكه حوالي 1 سم من على جوانب اللوحه يبقى دي اللوحه النص فرخ ودي طبعا الفرخ كامل وقلنا في منها اما لوحه امبريال او كانسون طيب دلوقتي ازاي اختار اللوحه اللي هرسم عليها طبعا انا هروح اشتري اللوحه الورقيه من المكتبه الهندسيه لازم اختار النوع الملائم والجيد في اثناء عمل الرسومات الهندسيه اولا اول حاجه لا يتمزق عند الرسم اللوحه ما تتمزقش عند الرسم وبالذات عندما نستخدم الاقلام الحاده كمان لا تحتفظ بآثار الخطوط عند مسحها، طبعا بعض اللوح اما بتيجي ترسم الخط او تمسح الخط بتلاقي فيه اثر ليه، طبعا ده من النوع الرديء، لكن النوع الجيد زي ما احنا قلنا اما امبريال او كانسون ده بيكون لا يحتفظ بآثار الخطوط لما بنيجي نمسحها باستخدام الممحاه. كمان لا يتغير لونها مع مرور الزمن او يتآكل، ده بيقول لي ان النوع دوت من النوع الجيد. كمان لا تمتص الرطوبه حتى لا تتاثر الرسومات اثناء وضعها او حفظها في بعد الانتهاء من الرسومات بعد كده لازم تكون مقاومة للتشرب عند الرسم عليها بالحبر طبعا في بعض الأنواع بتشرب الحبر طبعا فما بيبقاش فيه رسمة موجودة أو بتكون غير نافذة للحبر فطبعا بتبهدل اللوحة بتاعتي ولكن النوع الجيد في الورق الرسم لازم يقاوم التشرب عند الرسم عليها بالألام الحبر لأن احنا بعد ما بنخلص بنحبر اللوحة بتاعتنا عشان نعمل لها عملية اظهار أو ما يطلق عليه تفنيش اللوحة يبقى احنا عرفنا ازاي نختار اللوحه الخشبيه كم الورقيه اما اللوحه الخشبيه ودي موجوده عندنا في المدارس الصناعيه محفوظه طبعا زي ما احنا شايفين هي عباره عن لوح خشب حبيبي بتكون مغطى باشرف ورمايكه من اعلى ومن اسفل وفي عرضتين من اسفل عشان نحطها على الديسك اللي موجود في معمل الرسم، كمان عندي بنغطي اللوحة بقشاط زان من الحواف ولازم القشاط يكون مستقيم ما يكونش فيه أي اعوجاج أو انحناءات، عشان لما أحط المسطرة حرفتي وأثبتها على اللوحة تديني خطوط أفقية مظبوطة وتكون الرسمة فعلا دقيقة أثناء عمل الرسومات الهندسية. طبعاً إحنا إحنا دلوقتي تقريباً قلنا الأشهر أدوات المستعملة في عملية الرسم الهندسي، لكن هناك بعض الشروط يجب اخذها في الاعتبار اثناء تثبيت اللوحه وعمل الرسومات الهندسيه طبعا الرسومات ديت هنوضحها برضو على لوحه اول حاجه ببتدي انضف اللوحه الخشبيه بتاعتي طبعا نتيجه الركنه في المدارس بيكون في اتربه الاتربه دي بتاثر على اللوحه اثناء عمليات الرسم طب اعمل ايه ابتدي يكون معايا حته قطعه من القماش القماش دوت ببتدي انضف بيها اللوحه كمان انضف بيها الادوات بتاعتي ويفضل تكون الادوات من النوع الباغ يكون سهل التنظيف ليه عشان خاطر ما ياثرليش على اللوحه وتطلع لوحه دقيقه ونظيفه عشان الحاجات دي بتأثر أثر معايا في في الدرجات بتاعتي في الامتحان يبقى أول حاجة بنضف اللوحة الخشب، بنضف أدواتي قبل ما استعملها، أبتدي أثبت اللوحة الورقية على اللوحة باستخدام باستخدام المسطرة حرف T وأبتدي أظبط الحرف بتاع اللوحة على حرف المسطرة، طبعًا المسطرة حرف T بتبتدي من ناحية الشمال بثبتها من الجزء اليسار للوحة الخشبية، أبتدي أثبت اللوحة، أثبت أول طرف من أعلى، بعد كده بلزقها بالسلوتيب، والسلوتيب ده اللي هي بقرة اللزق اللي بنبتدي نثبت بيها اللوحة من على الأطراف عشان تكون اللوحة مثبتة على على اللوحة الورقية مثبتة على اللوحة الخشبية هبتدي أنزل بيه المسطرة وابتدي ألزق الطرفين اللي هم من تحت يبقى أنا كده ثبتت اللوحة بتاعتي بطريقة باستخدام المسطرة حرفتي طيب لو انا حبيت دلوقتي ابتدي ارسم طبعا في بعض الرسومات لما نيجي نرسم لازم أن يكون في دقة ولازم أن يكون في معرفة ولازم من ضمن الارشادات في الرسم ان يكون الضوء ناحية الشمال لازم يكون الضوء ناحيه اليسار ان امكن عشان يديني اضاءه لللوحه وابتدي ارسم رسومات مظبوطه يبقى اول حاجه بعد ما ثبت اللوحه يفضل يكون الاضاءه بتاعتي من ناحيه الشمال الحاجه الثانيه هبتدي ارسم الخطوط الافقيه بالمسطره حرف تي طبعا الخط ببتدي من ناحيه الشمال لليمين يعني انا لو اعمل خط افقي هبتدي من ناحيه الشمال للايه لناحيه اليمين يبقى انا كده رسمت الخط الافقي باستخدام المسطره وقلنا ببتدي من ناحيه الشمال لناحيه اليمين اما الخط الراسي ببتدي احط المثلث بتاعي سواء كان ال45 او ال30 واعمل الخط الراسي بتاعي من ناحيه الشمال لو انا حاطط المثلث ناحيه الشمال يبقى هبتدي من اسفل لاعلى يبقى لو المسطره وضعها او المثلث وضعه من ناحيه الشمال هبتدي ارسم الخط من اسفل لاعلى اما لو كانت المسطره ناحيه اليمين هبتدي ارسم الخط من اعلى لاسفل دي طبعا اساسيات في الرسم يجب على الطالب الصف الاول الاهتمام بيها ومراعاتها اثناء الرسومات عشان اللوحه زي ما احنا بنقول في لازم أن يكون فيها دقه هندسيه لازم أن خطوطنا كلها تكون سمك واحد ما يكونش فيه خط تقيل خط خفيف وما ينفعش ان انا اعيد على الخط بعد ما رسمته يبقى هبتدي مثلا بالخط الافقي هبتدي من ناحيه الشمال لناحيه اليمين ما ينفعش ان انا ابتدي اعكس الخط مره اخرى لان طبعا دوت بيديني خطوط غير متماثله طبعا بياثر على الدرجات بياثر على شكل اللوحه الهندسيه كمان بيديني خط بيكون مش مظبوط يبقى احنا بنقول خطوطنا ما عليها مره اخرى ولكن ببتدي زي ما احنا قلنا في الافقي من الشمال لليمين هبتدي اخد الخط الراسي ما استخدموش بالمسطره ولكن احط المثلث بتاعي واظبط واظبط المسطره حرفتيه وابتدي احط المثلث لو هو من جهه الشمال هبتدي من اسفل لاعلى او هو ناحيه اليمين هبتدي من اعلى لاسفل هو دوت الشغل المظبوط في عمل الرسومات وهنبتدي طبعا النهارده ناخد احدى العمليات الهندسيه البسيطه وهنستخدم فيها الادوات اللي احنا قلناها من شويه. تعالوا مع بعض كده نشوف شكل الارشادات وكمان على الرسم يبقى احنا قلنا اللوحه الخشبيه بتاعتي زي ما احنا شايفينها اهي لازم تكون موجود فيها اشرف فورميكا من اعلى ومن اسفل وفي عرضتين من اسفل عشان نحطهم على الديسك عشان اللوحه تكون مرتفعه عن الديسك الموجود في معمل او ادوات الرسم تعالوا مع بعض كده نشوف الارشادات زي ما احنا قلنا على الصوره لازم يكون الضوء ناحيه الشمال ان امكن يفضل يكون الدو ناحية الشمال عشان يديني رؤية أثناء عملية الرسم. كمان عندي المسطرة حرفتي آدي اللوحة اللوحة الخشب ببتدي أثبت اللوحة الورقية زي ما احنا قلنا بالطريقة ديت على طرف المسطرة أحط المسطرة من فوق وأبتدي أثبت طرف المسطرة على طرف اللوحة وأبتدي أثبت بالسلوتيب بتاعي اللي هي بقرة اللصق بتاعتي على الجنبين من الأطراف وأبتدي أسحب المسطرة بتاعتي الأسفل وأثبت الجزئين اللي من أسفل برضه بالإيه بالسلوتيب. بعد ما ثبت اللوحة ببتدي أعمل إطار أو برواز يكون سمكه حوالي واحد سنتي بيبعد من اللوحة واحد سنتي من جميع الجوانب بعد كده ببتدي أعمل عنوان أو بيانات للوحة إيه العنوان دوت؟ العنوان ده بكتب فيه أو بيانات اللوحة بكتب فيها اسم المدرسة بتاعتي بكتب فيها اسم اسم الطالب اسم المشروع اللي أنا شغاله كمان هو مقياس الرسم اللي أنا استخدمته في العمليات الهندسية يبقى احنا بنشوف بعد ما بنعمل الاطار بنبتدي نعمل عنوان او بيانات للوحه عشان توضح هي دي لوحه مين الطالب مين عشان ابتدي احط له درجات عليها طبعا بفيدني في درجات اعمال السنه. تعالوا نشوف مع بعض ادي شكل المسطره المثلث موضوع على المسطره حرفتي وقلنا المسطره بتكون من ناحيه الشمال. يبقى لازم تكون وضع المسطره من ناحيه الشمال هبتدي احط المثلث واتفقنا لما نيجي نعمل خط افقي على المسطره حرف تي هبتدي من ناحيه الشمال لناحيه الايه اليمين يبقى من الشمال لليمين وما عادش تاني على الخط لما اجي اعمل خط راسي لو المثلث محطوط بالشكل ده يبقى الخط هيكون من اعلى لاسفل لو المثلث محطوط الناحيه الثانيه هبتدي اعمل من اسفل لايه لاعلى طبعا ادي القلم الميكانيكي او القلم السنون وادي الممحال موجوده عندي ادوات الرسم موجوده طبعا البرج هستخدمه في العمليات الهندسية ودي كانت الإرشادات اللي بننصح بيها الطلبة في بداية الرسومات الهندسية هنبتدي نقولها برضو إرشادات عامة للرسم تاني عشان الطالب يكون مركز معانا أولا اجعل الضوء على يسارك زي ما احنا اتكلمنا لازم نخلي الضوء على يسارنا ما نبدأش الرسم قبل تنظيف اللوحة زي ما احنا قلنا لازم ننظف اللوحة بتاعة الخشب من الأتربة الموجودة عليها كمان الأدوات الهندسية اللي استخدمها وقلنا يفضل أن تكون الأدوات مصنوعة من الباغ كمان لا تمر بالقلم الرصاص على خط في اتجاه عكسي زي ما احنا قلنا ما ينفعش اعيد على الخط مرتين بعد رسمه كمان لازم أن يكون سن القلم الرصاص عمودي ويكون مائل ميل خفيف على الرسم يعني ما ينفعش يبقى راسي هو راسي اه ولكن بيميل ميل خفيف على الايه اثناء عمل الرسومات الهندسيه كمان لازم أن تكون الخطوط الافقيه نرسمها من الشمال لليمين طبعا بالمسطره حرف تي وما على الخط مره اخرى كمان الخطوط الراسيه زي ما احنا اتفقنا لو المثلث محطوط ناحيه الشمال اليمين ببتدي الخط بيكون من اعلى لاسفل لو محطوط العكس بيبتدي الخط من اسفل لاعلى دي طبعا ارشادات مهمه ودي الادوات المستخدمه في عمليات الرسم الهندسي يبقى احنا كده بشكل سريع وبسيط قلنا الادوات المستخدمه ودي أق طبعا ادوات الهندسيه كتير جدا ولكن دي اكثرها استخداما دلوقتي هنبتدي نتكلم بعد ما الادوات وعرفنا هي مميزاتها وازاي نختار الادوات السليمه سواء كانت اللوحه سواء كانت الادوات سواء كان القلم السنون سواء كانت الممحاه طبعا كل دي ادوات لازم أن نختارها بعنايه لانها هتفضل معايا على مدار الثلاث سنوات وطبعا لو الطالب كمل ان شاء الله في كليات الهندسه برضه بيستخدم الادوات بتاعته فيفضل تكون الادوات بتاعته نظيفه وسليمه ما تكونش غاليه ولا حاجه ولكن نحافظ عليها اثناء استعمالها على مدار الثلاث سنوات وطبعا نعمل لها عملية حفظ بطريقة سليمة علشان تكون موجودة معايا باستمرار وموجودة معايا في حصة الرسم الهندسي دلوقتي بقى بعد ما عرفنا الأدوات عايزين نبتدي نستخدمها في عمل الرسومات الهندسية هنبتدي بأول حاجة إزاي نعمل عمليات هندسية بسيطة طبعا عمليات بسيطة باستخدام البرجل والأدوات الهندسية هنشوف مع بعض عندي تقريبا حوالي خمس عمليات هندسية هناخدهم مع بعض دلوقتي هيبقى موجود عندي رسومات على الباوربوينت، كمان هيكون عندي على الداتا بتاعتي جايب الادوات بحيث ان احنا نكون عندنا امكانية لان طالب الصف الاول محتاج يكون عنده تركيز لان اول مرة يستخدم ويتعرف على الادوات الهندسية وازاي يستخدمها في عمل رسومات هندسية دقيقة. فهنبتدي ناخدها بكذا طريقه سواء كان على السلايد سواء كان على الداتا بتاعتنا باستخدام الادوات سواء عن طريق فيديو توضيحي يبقى عندي ثلاث حاجات هيتعاد عليهم عشان خاطر اكون متقن للعمليات واستعمال الادوات الهندسيه تعالوا مع بعض كده نشوفها على السلايد اول حاجه ازاي نرسم العمليات الهندسيه البسيطه اول عمليه عندي ازاي انصف مستقيم معلوم طبعا من شكل العنوان تنصيف مستقيم معلوم، يبقى انا عندي مستقيم معلوم طوله والمطلوب مني انصفه ولكن شرط اساسي باستعمال البرجل والادوات الهندسيه، ما ينفعش ان انا استخدمه اقيس الخط مثلا طوله 8 اقيس 4 وابتدي انصف، لا انا عايز استخدم كمان البرجل في عمليات التنصيف، فاول عمليه هناخدها تنصيف مستقيم معلوم، وطبعا لو هو ما ادانيش معطيات ومطلوب للعمليه هبتدي اشوف المستقيم معلوم هفرده من عندي وليكن 8 سم وابتدي استخدم الادوات عشان اعمل عمليه تنصيف وطبعا باستخدام البرجل الهندسي. عندي مستقيم هعمله طبعا 8 سم في حاله لو اداني معطياته ومطلوب ما فيش مشكله لكن انا عارف ان هو مديني مستقيم معلوم فرضته من عندي 8 سم وقسته بالمسطره من الصفر ل 8 سم وهسميه ا ب. الخطوه الثانيه هبتدي اركز في نقطه الف بسن البرجل وأفتح البرجة الفاتحة أكبر من النص تقريبا من النص هنا، هبتدي أفتح البرجة الفاتحة أكبر من المنتصف، وأنا راكز في نقطة أ أعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة أعكس اتجاه البرجل لنقطة ب وأركز بسن البرجل في نقطة ب وأقطع القوس اللي فوق والقوس اللي تحت بنفس الفتحة، يديني نقطتين تقاطع هوصلهم مع بعض بالمثلث يديني نقطة واو، إذا نقطة واو هي منتصف المستقيم أ ب طبعا في بعض الطلبه بيبتدوا ينصفوا باستخدام المسطره وده غلط لان طبعا عشان يديني تنصيف مستقيم هينفعني بعد كده في العمليات الهندسيه دي اول خطوه في العمليات الهندسيه اللي بعد كده. يبقى نصف ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوفها على الداتا بتاعتنا. عندي اول حاجه هبتدي ارسم زي ما احنا قلنا مستقيم طوله 8 سنتي. نشوف كده مع بعض ادي آه مستقيم بستخدم المسطره من ال من الصفر لحد ال ابتدي اجيب البرجل بتاعي واركز في نقطة ألف زي ما احنا شايفين وابتدي أفتح فتحة أكبر من المنتصف تمام كده هبتدي أعمل إيه هركز في نقطة ألف وافتح البرجة الفتحة أكبر من المنتصف وابتدي أعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة هركز في نقطة النقطة التانية اللي هي نقطة ب هقطع القوس اللي فوق بنفس الفتحة والقوس اللي تحت هوصل نقطتين التقاطع مع بعض زي ما احنا شايفين بالمسطرة بتاعتها أو بالمثلث يديني هنا نقطة واو طبعا هي منتصف نقطة ألف ب يبقى احنا زي ما احنا شايفين بركز بسن البرجل في نقطة ألف أفتح البرجل فتحة أكبر من المنتصف قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة أركز في نقطة ب أقطع القوس اللي فوق والقوس اللي تحت أوصل نقطتين التقاطع يديني نقطة واو يبقى هي نقطة واو هي منتصف المستقيم أ ب طبعا باستعمال مين البرجل الهندسي ودي كانت أول عملية عندي تعالوا مع بعض كده نشوف العملية الثانية العملية الثانية عندي زي ما احنا شايفين ده برضو فيديو تعليمي علشان برضو يكون عندنا اتقان في عملية الرسم تعالوا كده نشغله ونشوف ونشرح برضو عليه زي ما احنا شايفين ادي الخط أ ب طوله رسمناه 8 سم لان هو ما ادانيش معطيات ومطلوب فانا رسمته 8 سم لان هو قال لي هو خط او مستقيم معلوم طوله هبتدي اركز في نقطة ألف وافتح البرجة الفاتحة أكبر من النص طبعا المنتصف تقريبا هنا يبقى أنا هفتح البرج البرجة الفاتحة أكبر من النص النص طبعا أربعة هبتدي أفتحها أكبر من أربعة وأعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة هركز في نقطة ب زي ما احنا شايفين بنفس الفتحة هركز في نقطة ب واقطع القوس اللي فوق والقوس اللي تحت هيديني نقطتين تقاطع اللي هي نقطة واحد من فوق ونقطة اتنين من تحت هبتدي اوصل نقطة واحد مع نقطة اتنين زي ما احنا شايفين او قطع باستعمال البرجل هيبتدي يوصل نقطتين التقاطع مع بعض هلاقي إن الخط اللي هو عمله مر فعلا بمنتصف المستقيم أ ب لو جيت استهب المسطرة هتلاقي فعلا على بعد كام 4 سم دي كانت اول عمليه تنصيف مستقيم معلوم تعال نشوف العمليه الثانيه اقامه عمود على مستقيم معلوم عندي مستقيم معلوم والمفروض ان انا هستخدم البرجل في اقامه عمود بس من نهايته مش من منتصفه ولكن من نهايته تعالوا مع بعض كده نشوف ادي المستقيم ا ب برضه هفرضه 8 سم في حاله لو هو ما ادانيش معطيات ومطلوب اما في حاله اعطاني معطياته مطلوب في المساله هبتدي اشوف الالف ب او المستقيم ده طوله قد ايه فهيقول لي طوله 10 سم برسمه 10 سم طوله 8 سم برسمه 8 سم لكن في حاله ان هو قبل المساله او السؤال بنفس الشكل على طول هبتدي ارسم مستقيم وافرده تقريبا 8 سم تعالوا مع بعض كده نشوف هركز اول حاجه طبعا المستقيم اسميه ألف و ب هركز بسن البرجل في نقطة أ وأفتح البرجل فتحة مناسبة تقريباً 2 أو 3 سم، يبقى ابتدي أفتح البرجل فتحة وليكن 3 سم وأعمل نص دايرة وأنا راكز بسن البرجل، هلاقي إن هو قطع لي المستقيم في نقطة هنا هسميها نقطة 1 بنفس الفتحة اللي هي 3 سم هركز في نقطة 1 وأقطع المحيط بتاع الدايرة في نقطة 2 بنفس الفتحة أركز في نقطة 2 هقطع القوس الكبير أو نص الدايرة في نقطة 3 بنفس الفتحة هركز مرة في نقطة ثلاثة وأعمل قوس أعلى بنفس الفتحة هركز في نقطة اتنين هقطع القوس في نقطة أربعة هوصل نقطة أربعة مع نقطة ألف يبقى هو ده العمود المطلوب إقامته تعالوا مع بعض كده نوضحها على الداتا برضو زي ما احنا شايفين هنبتدي نرسم مستقيم طوله وليكن 8 سم بالشكل دوت برضو من الصفر للثمانية هبتدي اجيب البرجل بتاعي واركز في نقطه الف وافتح البرجل فتحه مناسبه وليكن 3 سنتي وابتدي اعمل قوس بالشكل ده هلاقي ان القوس دوت قطع للخط في نقطه واحد هركز بنفس الفتحه في نقطه واحد واقطع منتصف الدايره دي في نقطه اتنين بنفس الفتحه البرجل ما قفلتوش موجود زي ما هو هركز في نقطه اتنين واقطع واعمل قوس كبير اهو هيديني هنا نقطه 3 هركز في نقطه 3 بنفس الفتحه ما غيرتهاش واقطع القوس اللي انا عملته كبير دوت في نقطه اربعة هبتدي اوصل بالمسطره او بالمثلث بتاعي من نقطه أربعة لنقطه مين لنقطه الف يبقى هو دوت المستقيم المطلوب اقامته على المستقيم الف ب وطبعا ممكن نسميهم زي ما احنا عايزين وليكن الف ب ودي اتنين يبقى احنا عرفنا ازاي نقيم عمود باستخدام البرجل بشكل سريع كده أنا عملت المستقيم ألف ب طوله 8 سم ركزت في نقطة ألف وفتحت البرجل فتحة مناسبة وليكن 3 سم وعملت منتصف أو نص دايرة لقيت إن الدايرة دي قطعت للمستقيم المستقيم به في نقطة واحد بنفس الفتحة اللي هي 3 سم بسن البرجل هركز في واحد وأقطع محيط القوس في نقطة 2 بنفس الفتحة أركز في 2 وأعمل قوس كبير هيديني هنا نقطة 3 هركز في نقطة 3 وأقطع القوس الكبير في نقطة أربعة هوصل نقطة أربعة مع ألف يبقى أنا كده أقمت عمود على مستقيم معلوم باستعمال مين؟ باستعمال البرجل يبقى دي العملية الثانية طيب العملية الثالثة عندي تقسيم مستقيم معلوم بنسب متساوية تقسيم مستقيم معلوم زي ما احنا شايفين اهو تقسيم مستقيم معلوم بنسب متساوية برضو هنعمل الخط ألف ب طول وليكن 8 أو 10 سنتي او على حسب ما يدهاني في المعطيات ومطلوب المطلوب ان انا اقسمه بنسب متساويه وليكن هو هيدهاني برضو في المعطيات وليكن ست اقسام او عشر اقسام على حسب احنا هنقسم المستقيم بتاعنا ست اقسام متساويه شرط اساسي لاستعمال البرجل هبتدي من نقطه به اصنع زاويه حاده زي ما احنا شايفين بخط خفيف طبعا بالقلم الاتش اللي هو مكتوب عليه اتش عشان يديني خط خفيف هبتدي اركز بسن البرجل ومعروف ان الزاويه الحادة اقل من 90 يعني ما ينفعش تبقى قايمه ولكن لازم أن تكون زاويه ايه حاده من نهايه المستقيم ا ب هبتدي اركز بسن البرجل في نقطه ب وافتح البرجل فتحه وليكن 2 سم هركز بسن البرجل في نقطه ب واقطع المستقيم ادي نقطه واحد هنقسمه ست اقسام زي ما هو عايز هركز في نقطه واحد واقطع الخط اللي احنا عملناه دوت في نقطه اتنين هركز في نقطة 2 يديني نقطة 3، هركز في نقطة 3 يديني نقطة 4، هبتدي أركز في 4 يديني نقطة 5، كل دوت بنفس الفتحة 2 سم، هركز في 5 يديني نقطة 6، لو هو اللي قسم الت... لو قال لي أقسم المستقيم لسبع أقسام هبتدي أوصل سبعة أزود 7 8 هزود 8 وهكذا، ولكن هو قال لي في المعطيات هتقسمه بنسب متساوية وليكن 6 أقسام متساوية. هبتدي أوصل نقطة 6 بنقطة ألف. هبتدي أوصل نقطة ا مع نقطة مين مع نقطة ستة وابتدي أعمل موازيات للخط ا ستة من نقطة خمسة ومن نقطة أربعة ومن نقطة تلاتة ومن باقي النقط تعالوا كده مع بعض نشوف هذه نقطة خمسة موازي من نقطة أربعة من نقطة تلاتة من نقطة اثنين من نقطة واحد لو احنا بصينا كده هنلاقي فعلا المستقيم اتقسم ست أقسام متساوية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة يبقى أنا عرفت ازاي أقسم مستقيم بنسب متساوية تعالوا نشوفها مع بعض برضو على الشغل بتاعنا باستخدام الأدوات الهندسية زي ما احنا شايفين هنبتدي نرسم خط طوله وليكن 8 سنتي بالشكل ده او حسب ما يدينه في المعطيات هبتدي طبعا اسميه ا ب هبتدي اصنع زاوية مع المستقيم أ ب بخط خفيف وليكن بالشكل ده طبعا ملوش طول محدد خفيف طبعا وابتدي افتح البرجة لفتحة مناسبة وليكن 2 سنتي زي ما احنا شايفين ابتدي اركز في نقطة واحد في نقطة ب يديني نقطة واحد اركز في نقطة واحد يديني نقطة اتنين هركز في نقطة اثنين يديني نقطة ثلاثة هركز في ثلاثة وهكذا لحد ما اوصل للست اقسام المطلوب تقسيم المستقيم من خلالهم. طبعا زي ما احنا شايفين رقم واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة أدي الست أقسام المطلوبين هبتدي أوصل نقطة ستة مع نقطة ألف بالشكل ده هبتدي أصنع موازيات إزاي أصنع موازيات؟ طبعا زي ما احنا قلنا عندي مثلثين واحد تلاتين ستين واحد خمسة واربعين أي منهم أحطه على الميل الموجود بالشكل ده وابتدي احط المثلث الثاني ارضيه ليه احط المثلث الثاني ارضيه ليه بالشكل دوت يبقى الخط يبقى المثلث الاولاني هيميل مع الخط المثلث الثاني هيكون ارضيه هثبت المثلث الثاني بايدي بالشمال وهبتدي احرك المثلث اللي فوق موازي للخط ده من المين حد نقطه اليمين لحد ما اوصل لنقطه خمسه هبتدي اعمل ادي نقطه خمسه موازي انا مثبت الارضيه بتاعتي لكن المثلث اللي موجود فوق هو اللي بينزلق زي ما احنا شايفين من كل نقطة أعمل موازي من نقطة ثلاثة كمان وأبتدي أحرك أنا مثبت الأرضية بتاعتي هبتدي أروح على نقطة اتنين ومن نقطة كمان من نقطة واحد يبقى أنا كده فعلا قسمت المستقيم بشكل متساوي لست أقسام واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة أقسام متساوية باستعمال البرجل زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده خدنا ثلاث عمليات هنكمل طبعا العمليات بتاعتنا وطبعا العمليات بتندرج من الاسهل للاصعب فنركز مع بعض شويه بنعيد مره واتنين علشان خاطر عمليات الرسم الهندسي لازم يكون فيها اتقان باستخدام الادوات اللي احنا اتعلمناها في بدايه الحلقه وعرفنا ازاي نختارها ودلوقتي بنتعلم ازاي نستخدمها ونرسم بيها احدى العمليات الهندسيه البسيطه الموجوده في جميع الاقسام المعماريه اللي احنا قلناهم في بدايه الحلقه تعالوا نكمل مع بعض كده العملية الرابعة عندي تقسيم مستقيم معلوم ولكن بنسب معلومة، يعني إيه؟ الراجل بيقول لي أنا عايزك تقسم لي المستقيم بنسبة 3 ل 4 ل 5 مفيش مشكلة، هبتدي أجمع النسب بتاعتي 3 زائد 4 زائد 5 يديني 12 12، هبتدي أقسم المستقيم هعمل مستقيم طوله وليكن 8 سم، وأبتدي أقسم المستقيم هصنع زاوية حادة زي التقسيم المستوي. أبتدي أصنع زاوية حادة طبعا طوله هنا 10 سم و3 هو اداها في المعطيات هبتدي اصنع زاويه حاده مع نقطه ب وهقسم المستقيم ليس ست اقسام ولكن بجمع النسب 3 الى 4 ل 5 اجمعهم مع بعض 3 و4 7 7 ودي 5 يبقى 12 قسم هبتدي افتح البرجه الفاتحه 2 سم واركز في نقطه ب واقسم الخط ل 12 قسم زي ما احنا شايفين هبتدي اركز في كل نقطه جديده واقسم المستقيم الى 12 قسم اللي هو جمعناهم بالنسب ادي 7 8 9 10 11 12 ليه 12 عشان انا جمعت النسب بتاعتي طب لو كانت النسب 1 ل 2 ل 3 ابتدي اجمعهم واشوف المجموع بتاعهم كام واقسم الخط اللي احنا عملناه زاويه حاده مع المستقيم ا ب من نقطه ب الخطوه اللي بعد كده هبتدي اوصل نقطه ا مع نقطه 12 بالشكل دوت طيب انا دلوقتي عايز اقسم المستقيم بنسب 3 ل 4 ل 5 انا وصلت ا ب ا 12 مع بعض هبتدي ارجع من بدايه النقطه اول نسبه كام عندي كام 3 يبقى انا اعد صفر 1 2 3 يبقى انا هعمل موازي للخط ده من نقطه 3 هبتدي اشوف النسبه الثانيه كام على بعد 4 هبتدي ابتدي من نقطه 3 هتكون هي الصفر هيبقى عندي صفر 1 2 3 4 يبقى عندي نقطة 7 وأعمل موازي يبقى أنا كده فعلا قسمت المستقيم أ ب بنسبة 3 ل 4 ل 5 لو إحنا شفناها كده هتلاقي فعلا النسب ابتدت تزيد 3 بعد كده 4 5 ده بنسميه تقسيم مستقيم معلوم بنسب معلومة على حسب النسب اللي لي في المعطيات بتاعتي في العملية. تعالوا برضو نوضحها تاني هنا على السلايد على الداتا زي ما احنا شايفين هنرسم خط طوله 10 سم و3 مللي، 10 سم يبقى ابتدي اخد 10 سم واقيس ال 3 مللي. الفرق ما بين السم والسم 10 مللي يعني هبتدي اعد 3 شرط بمثابه 3 مللي، يبقى اقيس 10 سم وكام؟ و3 مللي، واسمي المستقيم ا ب. الخطوه الثانيه هبتدي اصنع زاويه حاده مع المستقيم ا ب، برضو بخط خفيف. زي ما احنا شايفين زاوية حادة مع المستقيم أ ب، هبتدي طبعا شرط أساسي باستعمال البرجل، هجيب البرجل بتاعي الهندسي واركز في نقطة ب وابتدي أفتح البرجل الفاتحة وليكن 2 سنتي وأقسم كام؟ 12 قسم، أدي كده تلاتة، هبتدي أقسم أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وعرفنا إحنا جبناهم 12 قسم ليه عن طريق ان انا عديت الايه؟ النسب بتاعتي ادي 11 12 تعالى كده نرقمهم برضو عشان يبقى احنا شغلنا مظبوط 2 3 4 5 6 7 ادي ال 8 وادي التسعه 9 10 11 12 ل 12 علشان احنا قلنا النسب بتاعتي 3 ل 4 ل 5 هبتدي اجمع 3 و 4 7 7 و 5 يديني كام قسم يبقى انا اقسم 12 قسم زي ما احنا شايفين هبتدي اوصل نقطة 12 مع نقطة ألف وابتدي اصنع موازيات زي ما احنا قلنا هثبت المثلث بتاعي مع ألف 12 وابتدي احط المثلث الارضيه بتاعي زي ما احنا شايفين وابتدي امشي المثلث عند نقطه 3 اول نسبه عندي على بعد 3 النقطه الثانيه لما جمعناها قلنا 0 1 2 3 4 يبقى عند نقطه 7 يبقى فعلا ادي انا قسمته المستقيم زي ما احنا شايفين بنسبة 3 ل 4 ل 5 يبقى العملية الثانية تقسيم مستقيم معلوم بنسب معلومة بنسبة 3 ل 4 ل 5 وطبعا عرفنا ازاي نقسمها وازاي نعمل موازيات باستعمال المثلثات الهندسية بتاعتي تعالوا نكمل شغلنا زي ما احنا شايفين العملية اللي بعد كده رسم خماسي منتظم بمعلومية طول ضلعه رسم خماسي منتظم بمعلومية طول ضلعه وعندي لرسم الخماسي طريقتين عندي الطريقة العامة والطريقة الخاصة عندي طريقتين لرسم الخماسي طريقة عامة وطريقة خاصة هنبتدي بالطريقة الخاصة تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده زي ما احنا شايفين هنبتدي نرسم المستقيم المعلوم أو طول الضلع اللي هو مديهوني وليكن 8 سم هبتدي اركز في نقطة ألف ونصف نرجع تاني الأول عملية عملية التنصيف هركز في ألف وافتح البرجة لفتحة مناسبة وليكن اتنين فتحة أكبر من المنتصف وابتدي أعمل قوس فوق وقوس تحت بنفس الفتحة هركز في نقطة ب وأقطع القوس اللي فوق زي ما احنا شايفين القوس اللي فوق بقطعه وبقطع القوس اللي تحت وابتدي اوصل نقطتين التقاطع يديني نقطه مين؟ نقطه واو يبقى نقطه واو يبقى انا نصفت المستقيم باستعمال البرجل في نقطه واو، الخطوه الثانيه هقيم عمود طبعا دي كانت اول عمليتين في بدايه الحلقه هبتدي اركز في نقطه الف وأفتح البرجة الفتحة مناسبة وليكن 2 سم أو 3 سم وأبتدي أعمل نص دايرة هلاقي إن الدايرة دي قطعت لي أ ب في نقطة واحد زي ما احنا شايفين هبتدي أركز في نقطة واحد وأقطع القوس في نقطة اثنين هركز في نقطة اثنين وأقطع القوس في نقطة ثلاثة هركز في نقطة ثلاثة وأقطع القوس بتاعي في نقطة أربعة وأوصل نقطة أ مع نقطة أربعة وطول العمود أ اللي هو العمود اللي اقامته ده لابد ان هو يكون بيساوي الف ب برضو هنعمله ولكن مش بالقياس باستعمال البرجل هنركز بسن البرجل في نقطة ألف وافتح البرجل فتحة بتساوي ألف ب اللي هي بتساوي 8 سنتي اللي هي طول الضلع وأعمل قوس يقطع الخط ده في نقطة مين في نقطة نون، طبعًا هبتدي أشيل الزيادة بالممحاه بتاعتي لأن الزيادة دي أنا مش عايزها زي ما احنا شايفين، همسحها وأسمي النقطة دي وليكن نقطة نون، بعد كده هوصل نقطة نون بنقطة واو، يبقى خلي بالك معايا في الحتة دي هوصل نقطة نون بنقطة مين بنقطة واو، بعد كده هركز بسن البرجل في نقطة واو زي ما احنا شايفين، وأفتح البرجل فتحة بتساوي أ واو نون. يبقى تاني انا نصفت اقمت عمود وصلت نقطه نون بنقطه واو وطول العمود ا ن بيساوي ا ب هركز في نقطه واو وافتح البرجه الفاتحه لحد نون بسن البرجل في نقطه واو وافتح البرجه الفاتحه لحد مين؟ لحد نقطه نون وابتدي اعمل قوس كبير وانا راكز في نقطه واو زي ما احنا شايفين كده اهو تمام هعمل قوس كبير طبعا هبتدي امد المستقيم الاصلي الف ب باستعمال المسطره وطبعا الخط اللي اعمله خط شرط يعني ايه خط شرط يعني خط متقطع ودايما الخط الشرط يا شباب بنستخدمه في حاله الخطوط الوهميه او الغير مرئيه يبقى نخلي بالنا في عندي خطوط سوليد مستقيمه ولكن عندي خطوط متقطعه بنسميها خطوط الشرط ودي بنستخدمها في الخطوط المخفيه زي ما احنا شايفين او الخطوط الخطوط اللي هي الغير مرئيه هبتدي خلي بالكم بقى من النقطة دي مهمة جدا هيديني هنا نقطة هسميها نقطة لام هفتح البرجة الفاتحة من لام لحد ب تاني هركز في نقطة لام اللي أنا جبتها تقاطع القوس مع ألف ب هفتح البرجة الفاتحة من لام لحد مين؟ لحد نقطة ب تمام كده؟ خلي بالكم من النقطه دي مهمه بعد ما بفتح البرجل فتحة من لام ل ب اشيل البرجل ما افضلش واقف في نقطه لام اشيل البرجل وار واركز في النقطتين الاساسيتين اللي هي نقطه الف ب اللي هي طول الضلع 8 سم وانا فاتح البرجل فتحة من لام لحد ب هركز في نقطه الف واعمل قوس من لاعلى بنفس الفتحه زي ما احنا شايفين بنفس الفتحه هركز في نقطه ب تمام بنفس الفتحة اللي هي من لام لحد ب ونخلي بالنا انا شلت البرجل ما فضلتش واقف في نقطة لام ولكن شلت البرجل وقفت مرة في نقطة ألف عملت قوس من أعلى وركزت في نقطة ب قطعت القوس في نقطة وليكن هنسميها نقطة هاء تمام اللي هي هتكون رأس الشكل الخماسي هبتدي أفتح البرجل فتحة تانية غير الموجوده بتساوي الف ب اللي هي طول الضلع لان انا عايز اعمل ضلع خماسي منتظم طول ضلعه بيساوي 8 سم بالضلع المعلوم اللي هو الدهوني في بدايه المعطيات هبتدي افتح البرجه الفاتحه بتساوي الف ب واركز في نقطه الف واعمل قوس يمين زي ما احنا شايفين هبتدي اعمل قوس تمام بعد كده اشيل البرجل واركز في نقطه ب واعمل قو بنفس الفتحة اللي هي بتساوي ألف ب واعمل قوس من ناحية اليسار. تمام. بعد كده هبتدي بنفس الفتحة اللي هي بتساوي أ ب هركز في نقطة ه. هركز فين؟ في نقطة ه بالشكل دوت زي ما احنا شايفين بنفس الفتحة اللي هي بتساوي أ ب هقطع القوس اليمين والقوس الشمال. قطعت القوس اليمين والقوس الشمال طبعا الخط مش ممتد هبتدي ارجع تاني نقطه تالت بنفس الفتحه وابتدي اوصل بحيث ان دي نقطه تقاطع بعد كده هبتدي اوصل نقطه التقاطع الف مع النقطه الاولى مع نقطه ه اللي راس الخماسي مع النقطه الثالثه مع النقطه الايه الرابعه طبعا طول الضلع النقطه الخامسه تعالوا كده نوصل مع بعض اوصل بقى النقط او نقط التقاطع دايما الاقواس تكون صغيره لو هي انت عملتها اقواس كبيره بنبتدي نشيلها بواسطه الممحاة اللي انا قلت عليها في بدايه الحلقه هوصل نقطة ألف مع النقطة الأولى نقطة الأولى أو نقطة الأولى مع نقطة هاء وهبتدي أوصل بقية النقط يديني شكل خماسي منتظم بمعلومية طول الضلع الدهوني ألف ب وطبعا لو احنا اتفقنا في بدايه الحلقه قلنا لو هو ما معطياته مطلوب هبتدي افرض هفرض طول الضلع بيساوي 8 سم اللي هو بنسميه ا ب تعالوا كده برضو نوضحها مع بعض في الرسمه بالشكل ده هبتدي اول حاجه هرسم طول الضلع هنفرضه طبعا 8 سم هنفرض طول الضلع بيساوي 8 سم يبقى أنا هرسم أول حاجة أ ب بيساوي 8 سم. هبتدي أجيب البرجل أول خطوة هنصف بنعيد تاني عملية التنصيف أهو بركز في نقطة أ بفتح فتحة أكبر من المنتصف بعمل قوس لأعلى وقوس لأسفل بنفس الفتحة بركز في نقطة ب بقطع بأضع... بقطع القوس اللي فوق والقوس اللي تحت بوصل نقطتين التقاطع مع بعض يديني نقطة مين؟ نقطة واو يبقى انا كده جبت نقطة واو عن طريق التنصيف، الخطوة الثانية هركز في نقطة ألف بفتحة مناسبة وليكن 2 سم، هبتدي أعمل قوس، هيديني هنا نقطة واحد، أركز في نقطة واحد، إداني نقطة 2، هركز في نقطة 2 وأعمل قوس كبير، هيديني نقطة ثلاثة، هركز في ثلاثة، طبعًا دي إقامة عمود، هبتدي أوصل نقطة أ مع العمود، وطول العمود ده بيساوي ألف به اجيبه ازاي برضو باستعمال البرجل هبتدي اركز في نقطه الف وافتح البرجل فتحه لحد ب اللي هي 8 سم واعمل ايه واعمل قوس بالشكل ده يديني هنا نقطه هسميها نقطه نون هبتدي اوصل نقطه نون بنقطه واو يبقى انا جبت اول حاجه نقطه نون الخطوه الثانيه اقمت عمود الداني تو الداني نون يبقى هوصل واو بنون يبقى النقطه الاولى مع النقطه الثانيه تمام؟ هبتدي أفتح البرجة الفاتحة من واو لحد نون، زي ما احنا شايفين. وأبتدي أعمل قوس كبير. تمام يا شباب؟ هبتدي أوصل القوس ده شرط، أمد الخط أ ب مع القوس شرط، زي ما احنا شايفين، خط متقطع. يديني هنا نقطة في التقاطع أسميها نقطة لام. هفتح البرجة الفاتحة من لام لحد نقطة ب. زي ما احنا شايفين كده. نغير بس سن البرجل زي ما احنا شايفين هركز في نقطة واو وافتح البرجل لحد نقطة نون عملت قوس همد قلب ب على استقامة الدين نقطة لام هركز في نقطة لام وافتح البرجل لحد نقطة ب شايفين الفتحة طبعا كبيرة وانا راكز هشيل البرجل ما سيبش البرجل في لام بعد الطلبة بتخطأ في العملية دي لأن بتفضل راكزة في نقطة لام لا اشيل البرجل بتاعي وارجع لنقطة ألف واعمل قوس لفوق واركز في نقطة ب بنفس الفتحة اداني نقطة ه اللي هي يعتبر رأس الايه؟ رأس, رأس الشكل الايه؟ الخماسي المنتظم. بعد كده أفتح البرجة الفتحة بتساوي أ ألف ب اللي هي 8 سم. وأنا راكز أعمل قوس يمين بنفس الفتحة أركز في نقطة ب هعمل قوس شمال. بنفس الفتحة أركز في نقطة ه طبعا الفتحة بتساوي أ ألف ب هقطع القوس اليمين والقوس الشمال يديني نقطتين هبتدي أوصل النقط مع بعضها بالشكل دوت هبتدي اوصل النقطه الاولى اوصل اكمل مع نقطه ه اللي هي راس الخماسي زي ما احنا شايفين كده يا شباب اهو طبعا الرسومات بتاعتنا ادي آه الشكل الخماسي بمعلوميه طول الضلع رسم خماسي منتظم بمعلوميه طول ضلعه ا ب اللي هو عباره عن فرضناه 8 سنتيمتر يبقى احنا عرفنا ازاي نرسم الخماسي باستخدام الادوات الهندسيه طبعا باستعمال شرط اساسي باستعمال البرجل الهندسي يبقى احنا كده خدنا حوالي اربع عمليات نكمل مع بعض العمليه الخمسه زي ما احنا اتفقنا هنبتدي ناخد العمليات الهندسيه البسيطه بحيث ان احنا نكون عرفنا الادوات بتاعتنا كمان عرفنا ازاي نستخدمها في رسم العمليات البسيطه لان بعد كده هنبتدي نرسم مضلعات ومجسمات هنحتاج مننا اتقان شويه في هذه العمليات تعالوا مع بعض كده نكمل العمليه اللي بعديها رسم سداسي منتظم بمعلومية طول ضلعه رسم سداسي منتظم بمعلوميه طول ضلعه، تعالوا كده مع بعض نشوف بيديني طول الضلع هسميه س صاد. طبعا الاسامي على حسب ما في المعطيات او تسميها زي ما انت فرضت عندك طول الضلع 8 سنتي وانا هسميه المره دي س طبعا برضو بالطريقه الايه؟ الخاصه يعني مش هينفع ارسم بيها سداسي الا بالطريقه بالطريقه ديت، طبعا طريقه خاصه خاصه برسم السداسي. طريقة خاصة برسم الخماسي يبقى خاصة بيها، هل يا ترى في طريقة عامة تجمع لي الرسومات دي كلها سواء كان رباعي أو خماسي أو سداسي؟ في طريقة واحدة؟ أه طبعًا في عندي طريقة عامة نرسم بيها الأشكال الهندسية والمضلعات الهندسية كلها، ولكن معنى يقول لي طريقة خاصة يبقى دي خاصة برسم الخماسي، طريقة خاصة في السداسي يبقى هرسم بيها سداسي فقط، وطبعًا عشان أرسم رسم سداسي عشان أفضل طريقة أرسم بيها سداسي هرسمه جوه دايرة، هرسمه جوه دايره طب عايز اجيب مركز الدايره جيبها ازاي؟ يبقى انا محتاج عن طريق طول الضلع اجيب مركز الدايره طبعا الموضوع بسيط عن طريق فتحه بتساوي ا ب طول الضلع هبتدي اركز مره في نقطه الف واعمل قوس فوق مره واحده بس وابتدي بنفس الفتحه اركز في ب اقطع القوس يديني مركز الدايره اللي هي نقطه م هركز في نقطه م وافتح البرجه اللي حد ب وابتدي اعمل دايره. تعالوا كده مع بعض طيب. تعالوا كده مع بعض نشوفها على الداتا بتاعتنا. رسم سداسي منتظم بمعلومية طول ضلعه بشكل سريع كده مدينه طول الضلع وليكن 8 سم زي ما احنا قلنا هنفرضه 8 سم في حالة ان هو ما ادانيش معطيات ومطلوب يبقى رسمت طول الضلع واسميه ألف ب عشان ارسم الشكل السداسي ارسمه جوه دايره محتاج اجيب مركز الدايره هركز في نقطه ألف وافتح البرجه اللي حد ب واعمل قوس فوق مش هعمل تحت انا عايز اجيب مركز الدايره وبنفس الفتحه هركز في نقطه ب واقطع القوس الاعلى في نقطه سميها نقطه ميم يبقى دي مركز الدايره هركز في نقطه ميم وافتح البرجه اللي حد ب وابتدي اعمل دايره هلاقي الدايره فعلا مرتلي بالمستقيم ا ب بنفس الفتحه اللي هي ا ب هقسم الدايره ست اقسام بنفس الفتحه المعلوميه طول الضلع زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي اوصل الاضلاع بتاعتي مع بعضها زي ما احنا شايفين هوصل الست نقط بتوعي ببعضهم مراعيا طبعا الشروط والمواصفات اللي احنا قلناها والارشادات في عمليه الرسم بالشكل ده يبقى احنا كده رسمنا سداسي بمعلوميه طول ضلعه ا ب ودي بالطريقه الخاصه زي ما احنا قلنا في عندي طريقه عامه لرسم الاشكال الهندسيه والمضلعات الهندسيه مجمعه مع بعضها بطريقه واحده بنسميها الطريقه العامه ولكن هناخدها ان شاء الله في الحلقه القادمه علشان حلقتنا خلصت بسرعه معاكم طبعا بتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق طلبه الاقسام المعماريه الصف الاول دمتم في حفظ الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.